نعمان بالعياشي ينشر أول صورة رفقة خطيبته الهولندية. لكن قبل بداية مشاهدة هذا الفيديو، لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات، وكذلك لا تنسى الضغط على زر الإعجاب كتشجيع بسيط للرقي نحو الأفضل. نشر الفنان نعمان بالعياشي صورة جديدة لها رفقة خطيبته الأجنبية عبر حسابه على الإنستغرام في مشهد رومانسي من أجواء الطبيعة. وأكدت الصورة التي التقطت للفنان نعمان بالعياشي مع الشابة الجميلة وجود علاقة حب بينهما بعد أشهر من الشائعات، خصوصا أن بالعياشي وضع رمز قلب على الصورة. وكان بالعياشي يعمل على إخفاء علاقته مع خطيبته الهولندية ويتحاشى أسئلة الصحفيين حول موضوع ارتباطه بشكل متواصل، لكنه فضل تأكيد خبر ارتباطه بنفسه. يذكر أن آخر أعمال نعمان بالعياشي كانت أغنية ميامور، وهي من كلماته وألحانه ومن توزيع روني. أما الكليب فقد تم تصويره في مدينة أصيلة تحت إشراف المخرج حسن الجروفتي على غرار كليب السابق بنت الحومة. صورة فجر السعيد خلال تعرضها للغيبوبة. تعرضت الإعلامية الكويتية فجر السعيد مؤخرا لوعكة صحية كادت أن تتسبب في وفاتها، إلا أنها تعافت منها بعد أن مكثت في المستشفى فترة طويلة خضعت فيها لعدة عمليات جراحية وفترة تأهيل علاجية لتستطيع الوقوف والمشي من جديد. وخلال فترة مرضها أعلن عدد كبير من الفنانين في الوطن العربي تمنياتهم لها بالشفاء ومؤازرتهم لها، فيما حرصت الفنانة أحلام على ملازمتها والبقاء بجانبها طوال فترة المرض والغيبوبة. القصة الكاملة فجر السعيد توضح سبب تدهور حالتها الصحية. نشرت فجر السعيد عبر حسابها الشخصي على موقع الإنستغرام صورة لها وهي في حالة غيبوبة كاملة أثناء توجهها لباريس بالطائرة لتلقي العلاج، وظهرت أحلام وهي تجلس بجانبها طوال الطريق. رسالة فجر السعيد لمن راهنوا على وفاتها. وعلقت على الصورة التي نشرتها موجهة الشكر لأحلام، حيث كتبت: في لحظة غيبوبة لا أعلم ما يدور حولي، وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا إلى باريس لنبدأ مرحلة العلاج، كانت يد أحلام تحن علي حنان الأخت والصديقة الحبيبة لتطمئنني بأنني سأعود كما كنت. شكرا أحلام، يحيي العظام وهي رميم. يشار إلى أن فجر السعيد كانت قد تعرضت مؤخرا لوعكة صحية مكثت على إثرها في المستشفى لفترة طويلة، حيث أصيبت بتسمم حاد في الدم مما أدى لتدهور وضعها الصحي وتوقف قلبها أثناء عملية تحويل مسار المعدة. وسافرت بأمر من أمير الكويت صباح الأحمد الصباح إلى فرنسا للعلاج، ورافقت في الرحلة العلاجية الفنانة أحلام. شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.